بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات نبضات شاعر. أعزائي المشاهدين، الشعر فنون وجنون، وفي هذا فليتنافس المتنافسون. في برنامجنا نبضات شاعر، والتي تقدمه الشاعرة الدكتورة أسماء مدحت، نتناول في هذه الحلقة من حلقات هذا البرنامج مصر. مصر أم الدنيا، مصر التي دائما وأبدا ستكون في قلوبنا وفي نفوسنا. مرحبا بحضرتك دكتورة أسماء. أهلا وسهلا دكتورة أسماء. أنت الحلقة النهاردة صممتي على أن يكون محور هذه الحلقة مصر، لماذا؟ نعم، مصر هي بلدنا وهي يعني أم الدنيا، يعني مصر هي مهد الحضارات وبلد الخيرات، هي البلد التي ذكرت في القرآن، هذه هي البلد الطيبة. يعني من يكره مصر إلا كل منافق وخبيث وشيطان. صدقت يا دكتورة والله، يعني مصر لها دايما يعني مكانة خاصة في نفوس الشعراء. نعم. لماذا؟ يعني من قلت لك من يكره مصر، هذه البلد الجميلة الطيبة، يعني من من الغرب أو من الدول العربية المختلفة أتى إلى مصر ورأى بها شيئا سيئا؟ صحيح، مصر صحيح. هي أم الدنيا. صحيح. يعني هناك كثير من المناطق السياحية والمعالم التي دائما ما تزين مصر، يعني تعطيها رونق، تعطيها شموخ، تعطيها جلال وبهاء. ما هي أهم المناطق السياحية التي ما زالت عالقة في ذاكرتك؟ بالطبع يعني الأقصر مدينة جميلة وبها يعني ثلث آثار العالم. ثلث آثار العالم. نعم. نعم. يعني الأقصر فيها إيه حضرتك؟ يعني هل ممكن تدي للمشاهد بعض المعالم عن مدينة الأقصر؟ معبد، هناك معبد الأقصر ومعبد الكرنك، يعني من أشهر المعالم السياحية في الأقصر، ووادي الملوك. لكن واضح يا دكتورة أن يعني الأقصر لها مكانة خاصة في نفسك، مش معنى الأقصر تحديدا. هل نتيجة هذه المعالم وحب إلهي كده من عند الله سبحانه وتعالى؟ لا، هي مدينة جميلة، مدينة صغيرة وجميلة ومدينة سياحية، يعني يعني حين نذهب إليها نرى الآثار التي يعني بناها أجدادنا الفراعنة منذ قديم الزمان. بس شكل ويأتي إليها الأجانب من كل دول العالم. بس شكل وبعض حضرتك متحيزة للصعيد لأنك من أسيوط. نعم. شكل متحيزة جدا للصعيد. يعني نعم. كنت فاكر هتقول لحضرتك الأهرام، المعالم السياحية الشهيرة، لكن واضح حضرتك أن أنت متحيزة ورحت لنا وخدتنا للأقصر. لكن عموما نعم. الأقصر مدينة عالمية سياحية كبيرة جدا. حضرتك يعني دايما أهل البلد هم من يعطون نكهة خاصة لهذا البلد، يعني مش بالضرورة المعالم السياحية ومصر يعني زاخرة بكل هذه المعالم الكبيرة التي تحتوي على يعني عدد كبير من آثار العالم، لكن أهل مصر بالطبع يعني شعب مصر شعب طيب، يعني كل من يأتي من الخارج إلى مصر يرى أن الشيء الذي يميز الشعب المصري هو التعامل الجيد، يعني لم نرى يعني مصريا يعامل أجنبيا ولا سائحا بطريقة سيئة، بل يعني نعاملهم يعني كأنهم يعني هم أصحاب البلد. صدقت يا دكتورة والله، يعني ممكن فعلا نحن نكرم ضيوفنا. نعم، نعم. نكرم ضيوفنا. نعم. بل قد نجيء على أنفسنا. نعم. من أجل ضيوفنا. نعم. نعم. صحيح، هذه حقيقة. يعني دايما الشعب المصري يتميز. نعم. بالكرم، بالأخلاق، بحسن الضيافة. نعم. ونحن ترف المصريين حين يرون شخصا من دولة أخرى يفرحون ويذهبون لكي يتحدثون معه، يعني يفرحون أن هذا الشخص أتى إلينا في بلدنا. على العموم يعني فعلا يا دكتورة نتمنى أن يعني أن تعود السياحة سريعا إلى مصر وتنبض دائما بالحركة والاقتصاد، لأن السياحة دائما حضرتك عارفة يا دكتورة أنها بتمثل شريان من شرايين الاقتصاد الوطني. تمام. حضرتك محضرة لنا إيه عن مصر؟ كتبت قصيدة عن مصر قلت فيها: أقلنا اليراعة وخلفنا سوار،
فقائدنا الحق وجيشنا كرار، وقائد الجند يحمي حصونها فالسيف عند الحق مغوار. عروس تزينت بين العجائز، أميرة لها من الحسن مقدار. شابة فتية ترمقها العيون، فكل حر على مصر يغار. إذا الأعادي أنشبت أظفارها، حاربت فيك نصرا الجند والدار. وكعبة العلم اليوم أزهرنا، أذن في الناس يأتيك زوار. يا لائم في هوى مصر، إن الهوى ليس له أعذار. سلوا جبل الطور عن موسى وقلعة صلاح فالقوم أحرار. لا أبرح حتى أبلغ مقصدا مقصدا، إن البيان له في الشعر أسرار. مقل العيون تجحظ في بلدي، فكم جرت فيك يا مصر أنهار. الله الله، أنا بقى أطالب نيابة عن المشاهدين إن حضرتك تقوليها مرة تانية بعد إذنك، يعني بعد إذنك، لأن مصر تستحق منا الكثير، مصر تستحق الكثير. نعم. أقلنا اليراعة وخلفنا سوار، فقائدنا الحق وجيشنا كرار. وقائد الجند يحمي حصونها فالسيف عند الحق مغوار. عروس تزينت بين العجائز، أميرة لها من الحسن مقدار. شابة فتية ترمقها العيون، فكل حر على مصر يغار. إذا الأعادي أنشبت أظفارها، حاربت فيك نصرا الجند والدار. وكعبة العلم اليوم أزهرنا، أذن في الناس يأتيك زوار. يا لائمي في هوى مصر، إن الهوى ليس له أعذار. سلوا جبل الطور عن موسى وقلعة صلاح فالقوم أحرار. لا أبرح حتى أبلغ مقصدا، إن البيان له في الشعر أسرار. مقل العيون تجحظ في بلدي، فكم جرت فيك يا مصر أنهار. الله 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 الله، كم جرت فيك يا مصر أنهار. وأميرة لها من الحسن مقدار. وكل حر على مصر يغار. إيه التعبيرات البديعة دي، والله تعبيرات بديعة. ما قالته الدكتورة أسماء مدحت يجسد المصرية الأصيلة في أبهى صورها. فعلا تعبيرات بديعة، تعبيرات جميلة، تدخل وتنفذ إلى القلوب. يعني أنا بحييك جدا يا دكتورة على هذه الأبيات المتميزة، وأتمنى يعني من الله سبحانه وتعالى أن تسيري على هذا المنوال المحترم الجميل. وطبعا عاوز أقول إن حضرتك أزهرية، يعني الأب والأخ، فريت تدينا برضو فكرة قبل ما نختم البرنامج. والدي الدكتور مدحت مصطفى يعني رئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بأسيوط، والأخ وأخي أحمد مدحت الأول على الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية. نعم. ربنا يبارك فيهم ويفيكم جميعا، وفي الوالد وفي الأخ والإخوات جميعا، ويحفظكم بحفظه. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، إلى حلقة جديدة من حلقات نبضات شاعر، إلى اللقاء.